جات لنا على الطبطاب دي يا يحيى. ازاي سعادتك؟ دي كارثه. بالعكس، ده احسن وقت ننزل فيه الشارع نحتوي تبعات الانفجار، نوعي الناس، نفهمهم حقوقهم وواجباتهم، غير كده نعمل قاعده شعبيه لينا تنفعنا في الانتخابات الجايه. يا فندم دي لسه مفيش حاجه في السياسه اسمها لسه. اللي هتزرعه النهارده هتحصده بعد سنه او سنتين. انت من باب الخلق. ايوه يا فندم انا من باب الخلق. ده احسن مكان تبتدي منه. طبعا طبعا يا فندم. مش كده؟ ايه يعني مين ده؟ هيذبحوا بعض، مش فاهمين حاجة، هيموتوا بعض، اعمل حاجة يا محفوظ. مين عبد الله ده؟ يا عبد الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ يا اخوانا يا عالم يا عالم معقول 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 اللي بيحصل ده؟ يا جماعه بس حرام عليكم حرام عليكم يا عالم يا عالم فوق يا مصريفه يا عالم. حرام اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده حرام يا اخوانا، حرام عليكم. كفاية انتوا مصريين، انتوا مصريين، انتوا انتوا حضارة 7000 سنة، حضارة عمر ما مصري قتل مصري عشان خاطر اختلاف في عقيدة ولا في دين ولا في ملة. اختلفنا في الجوع، في القرف، في حكم الحكام الظلمة، لكن عمرنا ما قتلنا بعض عشان خاطر عقيدة ولا عشان خاطر دين. حرام عليكم. فوقوا بقى، فوقوا. تعال، حد يقدر يقول لي دم مين ده؟ مسلم ولا مسيحي؟ ها؟ ليه بقينا بنكره بعض كده؟ ليه بقينا بنزل في بعض كده؟ ليه بقينا واقفين على بعض على الوحدة؟ ليه يا اخو؟ هات يا ابني، هات دي، هات روح، تعال 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 صبحي، امسك امسك اقتله، يلا يا جدعان ورونا الهمة، ورونا الجدعنة والمرجلة، اقتله. اقتله، اقتل اخوك، اقتل جارك، اقتل بني ادم. مفيش دين في الدنيا يا اخوانا على كده. حرام عليكم بقى. يا عم مينا، يا عم مينا، احكي لهم احكي لهم الحاره دي كان شكلها ايه؟ اقول ايه يا محفوظ؟ اقول ايه؟ احكي لهم على الجامع اللي في اول الشارع، والكنيسه اللي في الشارع اللي ورانا. احكي لهم احكي لهم على الحروب، الحروب اللي خضناها لما كنا بنقف في الخنادق جنب بعض، ما كانش حد بيسال العسكري اللي جنبه انت مسلم ولا مسيحي. سبيل الميه اللي في اول الشارع ما بيسالش اللي بيشرب منه انت مسلم ولا مسيحي. رغيف العيش اللي بيطلع من الفرن ده ما بيسألش اللي بياكله انت مسلم ولا مسيحي. يا اخوانا فوق، يا اخوانا فوق. لا جوع ولا عدو ولا جن احمر ممكن يدمر البلد دي، لكن اللي بيحصل ده
ده اللي دمرها. في يوم هنتعرض كلنا أمام الواحد القهار وهيسألنا على اللي عملنا في دنيتنا دي. هنقابله ازاي وكل واحد فينا شايل دم اخوه على ايده؟ ربنا يكرمك يا استاذ محفوظ. بلدنا حلوه اخوانا، حرام عليكم اخوانا، حبوها حبوها اخوانا، حرام عليكم اخوانا، حرام عليكم اخوانا، حرام عليكم اخوانا. الرب يبارك فيك يا محفوظ، الرب يهديكوا يا جماعه. جاهزه؟ يلا صور 4 3 2 1. وهكذا فان عوده محفوظ دلطه بعد هذه الاعوام الطويله كانت بمثابه طوق النجاه لحقن الدماء بين اهالي باب الخل. حتى اشعار اخر كانت معكم ولاء الشريف، حاره نوفل، باب الخل. تفضل التقرير يا فندم. نعم اتكلم تاني. السلام امانه يا استاذ محفوظ، ربنا يطمنا عليه يا رب. مع السلامه يا استاذ فوزان. الله يسلمك يا كريم. كريم هنمشي منكم ولا من داخلكم علينا؟ يا سلام يا سلام يا محفوظ، يصور دينك يا اخي، والله بعقد الهاء اول مره تعمل حاجه حلوه من يوم ما رجعت. بص ما دام بعيد عن الجامع اعمل اللي انت عايزه. وعلى راي جحا قالوا له مش عارف ايه في بيتك، قال لهم ما دام بعيد عن مش عارف ايه خلاص. ايه جحا ايه ده؟ وانا ايه اللي بعيد عني وعبير؟ ايه يا عباده؟ ايه يا عبد مش كده؟ وانا عملت ايه يعني؟ هم اللي كانوا هيموتوا بعض من شويه بيعلقوا زينه رمضان مع بعض. كل سنه وانتم طيبين. عارفه يا فوزيه انا حاسس كاني رجعت النهارده. بس الناس ناس طيبين وفيهم الخير. يا سلام، لا فض فوك يا خالي، لا فض فوك. صحيح بالرغم من انك اتكلمت بالعامية لكن كلامك دخل الى قلبي وتسلل. سلام عليك. كل عيش يا خال، اي سكة يا سكة كل عيش. مش فاهم يعني ايه الكلام ده. ما كنت سبتهم يموتوا بعض يا خالي، ها على الاقل البلد تنضف. دول ناس جاهلة ما بيفهموش، والقتل حلال فيهم. القتل؟ انت عارفه يعني ايه قتل؟ القتل مش حلال في حد يا بنت فوزيه، القتل حرام على الكل. والله بقى ده رايي وانا حره فيه. كلمي خالك عادل، كفايه احنا مستحملينك. وعلى ايه يا ست؟ هسيبها لكم مخدره، انا نازله رايحه الدرس. مخدره؟ رايحه الدرس؟ ايه التربيه دي؟ مش عارف تربي ولادك يا بدره؟ مش عارف تربي ولادك يا فوزيه؟ معلش يا خال. درس ليله رمضان؟ ما بكره الرؤيه يا ماما، النهارده ليله الرؤيه، يعني رمضان يا بكره يا بعده. في كل الاحوال هي ليله مفترجه حيث يحلو السهر والاستذكار. وانت عندك شغل بره عند المحامي بتاعك ده لحد الصبح؟ لا لا لا، اصل مكتب المحامي بتاعي بيقفل في رمضان بقى. شغل على العيد ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. ايه ده؟ محامي ايه ده اللي بيقفل في رمضان؟ يا سلام. وده بس ان المحامي بتاعنا ايه؟ يعني دماغه متكلفه، بيحب يتفرج على مسلسلات رمضان. هنشتغل بقى ولا نتفرج على مسلسلات؟ ها؟ لا المسلسلات اهم طبعا. طبعا. المسلسلات اهم. عبد الله بكره معلوم رمضان. صيام صيام. صيام صيام عبد الله. وطوا صوتكم بقى، برنامج عمرو اديب هيبتدي اهو. مين عمرو اديب ده؟ هو مذيع كويس، الزملكاوي.